شفت بما اني حبيت الحلقه امس نعم وحبيت قيادتك للحلقه وكانت حلقه مثيره ورائعه وجيده حبيت اضيف من فكرتك امس الجلسه على الارض وشريت من موقع يا جماعه الخير ولا احلى ايوه ولا اجمل ارخص الاسعار كل شيء تبغونه بسعر رخيص جدا هذا اللي خلينا نسميك يوسف القادح حبيبي والتوصيل خلال لا مو هذه اللي طلبتها لا 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 مو هذه اللي طلبتها لا لا هذه انا جبتها مساعده لا طلبت لكم ايوه زوليه صناعه يدويه فاخره يا اخي الله يسعد امك يا شيخ ليش نفرشها هنا اي نظيفه وجديده ونجلس عليها وانيقه ومنظرها زين اتوقع يا جماعه الخير متعب لو ترجع الكرسي هذا ورا هذا إيه؟ وليد يمكن بس بتتوسخ يا اخي زيوت ومصر يا ابن الحلال تنغسل امسك في ذا يا صالح العمري ترى كل هذا ما هو في النص دقيقه هذا مشكله يجي متاخر ويدخل باي حاجه طيب حلو طيب خلاص حبيبي الله يعطيك العافيه بطيح ما في مشكله شكرا يا اخي مجهود رائع انت تقدمه رجع الشاشه شوف يوسف وش الثاني بعد حط قدمك ايوه نعم شوف اتوقع يا الله على الافكار الرائعه طيب اجلس يا حبيبي ابو عدي هذا المجهود اللي الله يحرمنا منه شوف الزوليه اتوقع بتجي من هنا إلين بعد ارجع كمان الكرسي هذا اللي طلبته اللي طلبتها ايوه ايوه موقع اسم ايوه اكبر اتوقع شوي يمكن اسم الموقع توفيركو ايش توفيركو بس نسوا الميم لا لا فريق الاصفر لكم من عندي 10 زياده حبيبي. 10 نقاط زياده كم اخذتوا تدري شفت اللي جلسنا عليه امس اللي خربتوها بالحريقه اي البودره ابو عدي قال يا ولد خلني اجيب للعيال وحده كذا من الموقع بعدين وبعدين تحسب انها على حساب المصنع ها على حساب بيض الله وجهك 56 يا كنترول اعطوا الفريق الاصفر 10 نقاط زياده من قبل من القائد قبل اي شيء يا ابو عدي تخيل ب 56 ريال شوف الصوره ابو علي شوف الصوره ها ايش رايك بالزوليه والله خطيره هي كم كانت كانت ب 733 ريال 700 الحين 56 ريال ممكن خصم ذا يا اخي انا شايف اسالك سؤال وجاوبني بصراحه وش نيتك يوم رحت تطلب فرشه؟ ايش كنت ناوي؟ هديه لاخوه المسلم يا اخي انت بعدي؟ لا انت قائد انا قائد في الامه معنا صح انا اسال يوسف صح. لو سمحت ابو عمر لازم تحترمني يومين انا احترمك اليومين هذه تحترمني بعد اخذ راحتك ولا والله لا ارفع فيك ايميل ترى عندي ايميل ها انت ترفع ايميل انا برفع بك اسالك بالله شوف هذه مين جايبها؟ محمد شبراني هذا اجتهاد في غير محله نعم لكن انا جبت الفرشه عشان اذا حبينا الزوليه اذا حبينا نغير يوم من الايام نجلس على الارض ونتكي ونسولف اقول لك يا وليد هذه اللي قلتها مع الفرشه بلاي ستيشن هنا في وسط المصنع مع الفرشه وجلسه على الفرشه طيب وشاهي يا انت قلت ان قيمتها كم؟ 56 ريال فاصلة 77 بعد ما كانت كم؟ 700 وعليها ترى هذه عروض والله يدخلني الشك لما اشوف ليه ليه يا وليد يا وليد اسمعني انا اقول هذا موقع معروف ابو عدي مو معقول يعني يدخلك الشك ويغشونك اكيد الطلب جاء هلا هلا والله جت الفتعان سعدوني تعالوا تعالوا ثلاثة أربعة الله يلبق ديالنا بالريوس يقول يا أخي وصف له خليه يجيك لهنا يلا يلا أنت وين؟ لا لا وصف له بوابة كبيرة مصنع حنا مصنع مو بيت يسأل عن القائد متى يلا يلا جايينك يلا تقول لنا مصنع نصنع كل شيء مرتب مدروس في داخل الحين جايك يلا يوسف خليه يعطي السكرتي دخله ايوه ايوه يلا يلا ثلاثة عشان تشيلوا يلا 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 يا جماعة في سكرتي خليه هو يجيب السكرتي يجيبه ايوه تعال ورا يا يوسف انت موظف لك مكانتك خلي السكرتي هو اللي يجيبه لك لهنا نعم يلا السكرتي يجيبه هنا كفو يا قائد بس ما اقدر اشيل الحاله انا اقدر اشيل الحق واحب موظفيني نحتاج اربع خمس يشيلونها متعب اقول لك احتاج اربع روح تساعد معك سكرتي هناك طيب هي انا بحط التلفزيون هنا تساعد انت لا اصنع سكرتي لا تقعد ما ياخذ من اللي برا ولا والله اقسم عليك يا الشمراني يا هذاك صباح هذا مساء يا ولك اقعد اقعد هنا ما عندي واحد كيدي مين يا قايد انت من يوم سويت تكريم يا قايد اي انكمش انك قصرتي شوي يا قايد مسوي التكميم لا يا قايد اذا بغيت هذا اسوي كذا يطول شوي انتبه على طول نعم نعم ثبت التلفزيون بالطفايه عادي لا غلط يا حبيبي ليش وين السيفتي
لا عادي بس هلا الله طريق 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 شيل 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. وين يوسف؟ يوسف أنا يوسف. أنا يوسف. هذا يوسف. يوسف وين؟ أنا هذا إيش؟ هذا بندوق، هذا أنا يجي بندوق، هذا طلبات منطوب، هذا شركة طلبات أنت. زولية. سويت توك توكيا هنا. إيش اسم هذا الشركة؟ هذا رقم جوالي. إيش اسم الشركة؟ شركة كبير هذا. سويت. دقيقة قبل أنت. أنت شركة، أنت مندوب. آه يا مندوب أنا. ما شاء الله. مكتوب اسمي. وقع يوسف 50 ريال توكيل مدفوع. يا اخي لا تقرا، في احد يقرا بالله؟ وقع يا رجال، خلي ايش نفرج انا مستر. بعد هذه شكرا شكرا حبيبي. ايوه بس ما في هديه شيء؟ ما هديه. هديه عندي، عندي انا هديه. ما في كاش. عندي انا عندي. خلي هدي امسك امسك هذه هديه. انت مكسوك سرقه. شوف شوف هذا ايش؟ هذا ايش؟ ورا ورا هذا. بص لي ورا. حلاوه شوانجم يوسف هديه. رجع رجع الله. شكرا يلا شكرا شكرا مع السلامه. يلا السلام السلام. اوكي شكرا حبيبي. السلام عليكم شباب 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 شباب. لا 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 دقيقه دقيقه دقيقه. خلينا نتفق خلينا نتفق خلينا نتفق. الفرشه ما ينفع نرفع زولي يا حبيبي. اقول لك مصنوعه يدويا. تقول لي انا انا ما ما يعني احنا نسميها في الديره فرشه. ما ينفع نحطها في الوسط كذا، نحطها بالطول. اول شيء انا عندي راي. ها. نفرشها نفرش كبيره الفرشه. طيب نفرشها ونحط فوقها الكراسي. ايوه ومن داير ما دار. ليش نفرش الفرشه؟ نفرش عليها احنا. لا عشان اللي بيجلس في النص يجلس في النص، واللي يبغى يجلس على الكراسي يجلس على الكراسي. منطق. انا عجبك كراسي من الاطراف. استخدم اسمي كمثال. استخدم اسمي كمثال. يلا 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 خلينا. وخ 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 كراسي 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 وخوها يا جماعه كراسي. بعد بعد نص بعد بعد الطاوله. لا 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 خاف قلمك ينقطع. ترى زوليه قويه. يلا احد مع مفتاح يا اخوان. مفتاح مفتاح يا يوسف. هل مقابل مقابل الكسر ولا من الكسر؟ فكني من المشاكل. مكتوب قابل. لا 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 ايوه ايوه. يوسف المستلم يوسف والبي شركة توفيركو. من الاحترام حاطين اسمي. تحذير قابل للكسر. وش اللي قابل للكسر؟ فرشة قابلة للكسر. يمكن يمكن ملخبطين. لا لا يحطون هم اي فرشة يحطون حولها قزاز بعدين يحطون ذاك اللي تتفقع طق طق. سهلة ما هي فرشة. يلا بسم الله. ما له علاقة بالكسر. الله ماشي. ايش وش ذا؟ ولد فرشة صراحة. ولد يكون عليه. ها؟ كنا المولود حق الفرشة وهي جاية في الطريق. بالله حطها حطها عشان نحط عليها الكراسي. اللي يبغى يجلس هنا واللي يبغى انا يجلس اول واحد يجلس. انا وخر لي ابو عمر. وخر يا ابو عمر شوي. وخر لي ابو عمر. هات شاي يا ولد. جيب شاي جيب شاي جيب شاي. شاري عيا انت الحين ساعه وشاريكم فرشه ودوليه ودوليه في النهايه. حبسها اطلب حبسها يا ابو ويد. اطلب منقل عشان يشب ضوء. بس يا شباب يا شباب هو شر والله انك شرها انت وفرجت. انا متوقع شيء والله يا شباب. جبرك جبرك عند الشركه من جوده ما شاء الله تبارك الله شغلهم. اصل عينه جايبين هذه عينه اذا عجبنا تدق عليهم تقول لهم اه والله تمام ويبعثوا لك بعدين. يا حبيبي كيف اذا عجبك؟ بالله شوف شوف نفس نفس نفس. اشوف دقيقه ممتاز على الشركه. بالله شوف تاكد تاكد من الصوره. مكتوب بالموقع تم التوصيل المنتج غير قابل للارجاع. يا طيب يا اخي نفس الشيء. الفرشة هذه قاعد عليها ابو عمر ما كفته. كيف احنا كلنا قاتل الله الاستعجال يا يوسف. انطاعك الزمن. تعالوا اقعدوا اقعدوا يا جماعه. يا خالد تخيل انكم على فرشة زين. انا وش قاعد اقول شوي بس انا صالح مخلي لك مكان هنا يا صالح. قدام صالح حط اصبعك اصبعك عشان نقدر نسوي واحد يحط اصبعك. قدر الشراكه ما يفوح. شفتوا منها كلمه. انا قايل لك لا توقع لا توقع. ايش فيك وليد؟ جاء والله يا ابو يا ابو عمر لازم تتحمل. انا قاعد تحملني صحي ثقيل على رجلك تتحمل عادي عادي. نعم الصراحه انا عاجبتني البطانه حق الفرشه ما شاء ايه. الله يعني فيها 7 ملي او اكثر. لعبوا علي يا ابو عمر. انا قايل له لا يوقع لا يوقع لما يقرا الكلام ما طال. لعبوا لعبوا علي يا ابو عمر. انت اللي لازق عليك. لعبوا علي زين. يوسف دامك شريت فرشه وهقتنا للزوليه اللي كانها لازقه الحين كوتها ندعس حق البوابه ذي حقت الباب. بالله احد اشتري فرشه هذه 57 ريال 56 و77 انا قايل لك كانت ب 700 وما ادري كم والان ما ادري وش. والله اني يدخلني الشك يا كنترول. العشره اللي اعطيتهم اياها رجعوها خلاص هونت ما يستاهلون. وموضوع حلقتنا اليوم
هل انتم من الاشخاص اللي تشترون اونلاين ولا لا؟